بتيجي معايا. طيب تخيل انا جيت بقى الاسبوع الثاني وانت قاعده في نفس المكان تحت الشجره بتقرا الكتاب بتاعك وقعدت جنبي. الطفل كل شويه هيبدا يبص، ايه ده؟ ده معاه نفس الحاجه بتاعتي؟ ده بيقرا في نفس الكتاب؟ الطفل هو اللي هيبدا يتفاعل معايا ويبدا يتناقش معايا ويبدا يبص يشوف الحاجه. هنبدا اعرض عليه ابدا اعرض عليه ان احنا نقعد نسمع فيلم مع بعض. هو عازل نفسه عنك، إذا هو كده بيديك إشارة إيه؟
محمد في اللحظة دي المصاحبة. مصاحبة. طيب حاجة التانية اللي هو بقى بيقول عليها الدين. ايه بقى؟ انت اعرف ان هو مديني الاشارة الخضراء. اتفضل. انا مستعد. عادي. علمني اللي انت عايزه. يعني هو متقبل. قال لي في 8 اسئلة. اول حاجة عندي. هل ينظر الطفل الي؟ الطفل. قول عليها مؤشر الرضا. نظرة التواصل دي معناها ان انا راضي عنك. في الحالة دي هتنتهز الفرصة وتبدأ تخش بالنشاط اللي انت عايز تعمله. الحاجة التانية. هل يستجيب اذا ناديت عليه؟ احمد. بدأ احمد يوصل. ده بيديك مؤشر ان هو ايه؟ منتبه. مديك الاشارة الخضراء. اتفضل علمني. هل يبدو الطفل مرن؟ بيعمل نشاط، بيركب بازل، مش بيجري، مش بيهرب. فده مؤشر ان هو بيديني الضوء الاخضر. هل الطفل في النشاط الذي يقوم به؟ قاعدين بنركب مكعبات؟ تمام؟ هو بيركب كده، انا رايح اركب معاه. ما اعترضش. ما زقش ايدي. فهو سمح لك ان انت تشترك. إذا طلبت منه شيئا هل يستجيب؟ هات المكعب، هات الإزازة، هات الطبق، هات إيه، هات إيه. بدأ يتفاعل كده مديك الإشارة الخضراء. هل يتحدث لك بأي لغة حتى لو مش مفهومة؟ لأن التمانية بتديني مؤشر كأب أو كأم أو كمتخصص إن هو بيديني إشارة خضراء. في حال هبدأ أخش أعلمه الحاجة اللي أنا معاه. هو السن رايز بيحتاج صبر، بيحتاج حضرتك تبقى مركزه، محتاج حضرتك تبقى فاهمه امتى هتدخلها. عشان كده الشغل مع التوحد بياخد وقت طويل. حضرتك شغاله ومعاك جلسه مدتها نص ساعه، فانت شغاله بتكسري في الاشارات، وهو عادي انت بتعدي، وهو مره يسمع لك 20 ما يسمع لكيش، وطوال الجلسه هو مديك الاشاره بالحمد. فنجاحك ان انت تكون الاشارات الخضراء مع الطفل بشكل فقري. طيب ده اتعملت في نظام اسمه الـ ABC. نظام ايه؟ ABC. طيب دي متقسمه لثلاث كلمات عشان نكون عارفين هي جت منين. حاجه اسمها اسس وبوندنج وتشالنج. ثلاث حاجات انت كاخصائيه جوه الجلسه دول في دماغك. هل الموضوع ده صعب؟ مش صعب مع الشغل ومع التدريب. ده ما بياخدش منك مع الوقت اكتر من 30 سنه. يعني ايه اسس؟ يعني اقيم. يعني اقيم حاله الطفل جوه الجلسه. ازاي سؤال من الاربعه مديني اشاره حمراء هبدا اعمل عمليه البوندنج، الارتباط، المصاحبه، الجوي. هبدا ارتبط معاه في النشاط اللي بيعمله واعمل زيه بالظبط. طيب انا عملت مصاحبه بناء على ايه؟ بناء على التقييم. إذا التقييم هو رقم واحد، بقيم حالة الطفل. إذا لو مديني إشارة حمراء هعمل معاه مصاحبة. طيب ماذا لو هو مديني إشارة خضراء؟ هعمل معاه التحدي. يعني إيه؟ هو بالنسبة لي لما أعلمه مهارة ده بالنسبة لي تحدي. عايز أعلمه أي حاجة أكاديمية خاصة بالانتباه، بالتركيز، بالإدراك، بالأداء البصري. إذا في أقل من 30 ثانية هتقدري تحددي هو مديني الإشارة الحمراء ولا مديني الإشارة الخضراء. فلما أفهم استراتيجية المصاحبة مش مجرد بقرأ كلمتين، لا هي لها فنيات وليها طريقة، وإمتى أشتغل وإمتى أوقف شغل وإمتى أعمل مصاحبة. ده باختصار في الأخطاء السبع. خطأ من الأخطاء السبع. إيه هما؟ قلل النظر إلى الطفل طوال فترة المشاركة. يعني طول ما أنت بتعمل مصاحبة مع أستاذ أيمن، طول ما إحنا بنعمل مصاحبة باصين على الولد. أنت كده مش بتعمل مصاحبة. أنت عامل إيه؟ مراقب للولد. فلازم وأنا شغال أكون مستمتع بالنشاط. لأن الطفل عنده القدرة يحدد أنت بتقلل وبتمثل عليه ولا انت فعلا. فيا ريت الناس اللي شغاله يعيش مرحله الطفوله، يلعب، يركب بجد.
فدي من الحاجات ان طول ما انا بركب قاعد باصص على الولد فدي بتخلي المصاحبه تفشل. الخطا الثاني الجلوس قريبا من الطفل. المفترض لازم يكون في زاويه ما بينك وما بين الطفل او يكون مسافه مثلا مش اقل من متر مثلا، انما ما اروحش بعد المصاحبه واقوم لازق في وشه. لازم يكون في مستوى للرؤيه عشان اديله مساحه يتحرك، اديله مساحه يبص بعينيه، اديله مساحه يشوف الشخص الاخر، اديله مساحه يبص في كل الاتجاهات. فده خطر ان الولد حاسس ان انت رغم ان انت بتعمل مصاحبه